مرحبا. نظرا لكثرة انتشار النخور عند الأطفال، فقد يعتقد البعض أن هذه المشكلة لا مجال للوقاية منها. على العكس تماما، فإن نخور الأسنان من الممكن الوقاية منها بشكل كامل من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة، أهمها الفحص الدوري عند طبيب الأسنان. هذا الفحص يجب أن يبتدأ بشكل مبكر عند الطفل ليعتاد على العناية بالصحة الفموية، أيضا الحرص على تفريش الأسنان مرتين باليوم واستخدام الخيط السني. بالإضافة إلى العناية المنزلية، هنالك بعض الإجراءات التي من الممكن تطبيقها في العيادة، أهم تطبيق الفلورايد الموضعي. من بعض فوائد الفلورايد أنه يعمل على تقوية ميناء السن من خلال جعله أكثر مقاومة للأحماض الناتجة عن الجراثيم لفترات طويلة. دكتورة ريم مصري، مجموعة الوحدة الطبية، لأننا نهتم.